وبدورهم ثمن أهالي ناحية الصينية جهود حملة الإعمار والبناء التي يقودها محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل، والهادفة للتخفيف من معاناة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. الحمد لله تبليط موجود، ونشكر السيد المحافظ ومدير البلدية أستاذ عزام، نشكر على جهوده الطيبة بناحية الصينية، والحمد لله والشكر العمل متواصل وجيد من كل النواحي. أدعي الناس بالعودة، والحمد لله كهرباء، خدمات موجودة، كهرباء، ماء، الحمد لله استقرار أمني جيد جدا الحمد لله. نتمنى كل النازحين يرجعون لديارهم إن شاء الله، الخدمات موجودة كل شيء، من تبليط الى ماء لما كل الكهرباء، يعني ما مقصرين، يعني اي خدمات موجوده، يعني الوضع يعني زين، حيل زين، يعني تبليط ماشي ومتوفر ان شاء الله، وخدمات موجوده بكل الامور هذا.